الاستعدادات للفترة دي؟ والله احنا كنا بنتمرن كل يوم، ناخد يوم اجازة بس في الاسبوع، بنتمرن 3 ساعات، وساعات بتعدي ال3 ساعات دي يعني تفتح شويه. بيبص لك يا كابتن اللي هو يعني قول يا حبيبي قول انت كنت جاي علينا بزياده. كويس انه ما قالش كان الصبح كمان، احنا كان في صبح. انا عارف طبيعي وقال يبص لك قبل ما يقول 3 ساعات 4 ساعات يشوف كل مجتهد نصيب. بس فكان بتبقى ساعه جيم بالليل، وبعد كده ساعتين ميه، وساعات بتزود شويه، وساعات بيبقى في برضو تمارين الصبح. بنخلص بنبتدي الساعه 6 الصبح او الساعه 7، بيبقى تمرين ساعه الصبح، ونكمل بقى اللي بيروح شغله او بيروح جامعته، وبعد كده بنخلص ونيجي على تمرين بالليل. ف حسن انت يعني مركزك ايه في الملعب؟ حسن صعب شويه. مركزك ايه؟ بلعب هاف. هاف يعني انت اللي بتشغل بقى والدماغ بتاعت الفرقه. طب اصعب ماتش من وجهه نظرك؟ يعني خلي بالك انا مش هقسم الماتش دفاع وهجوم، انا هقول الماتش كتوتال، لان انت ممكن تبقى ماتش دفاعي جامد بس انت هجومي مريح مثلا. يعني اصعب ماتش تتفق مع مروان ان ماتش الجزيره، ولا ممكن كان في ماتشات قبل كده صعبه؟ وكان في ماتشين، يعني هو ماتش الجزيره طبعا ده كان من الماتشات الصعبه، في ماتش تاني كان هليوبلس كنا احنا خسرانين فيه في اول ماتش، وفضلنا خسرانين لحد اخر الماتش، وبعد كده قدرنا نتعادل، كنا خسرانين فرق 4 أو 5، وعملنا قدرنا نعمل كامباك. والماتش خلص تعادلنا 9-9. خسرنا بينالتيز بعدها، يعني ما توفقناش، ده كان من عند ربنا طبعا، بس ان احنا قدرنا نعمل كامباك من صعب من 9-4 او من 9-5 ل9-9، فدي كانت حاجه صعبه. انا مش مصدق لان ده في ووتر بولو صعب. هي فعلا تعود 4 اهداف صعب في ووتر بولو وانت مضغوط بالشكل ده. بالظبط.